في مستشفى تخصصي في الرياض انه في حاله حرجه يعني متلقيه للكبد، فقالوا انه الله يرحمها انه هي مقدمه، فبس طالبين الموافقه انه ندخلها غرفه العمليات بس. ووقعت على الورقه يعني صراحه انه كان اصعب موقف انا اتخذته في حياتي. عليها هي شافت في احدى البرامج قبل كم سنه يعني انه في احدى التطبيقات في الجوال انه بعد الله يعني انه في ناس بتعيش بسبب انسان يعني مثلا لا سمح الله انه عاجز كليا او في كوما او داخل يعني في غيبوبه طويله او لا سمح الله متوفي دماغيا او يعني ايام يعني يعني على كلام الدكاترة والطب إنه أيامه معدودة. فهي الله يرحمها يعني اتشجعت للموضوع ده لأنه ما عندها مقدرة مادية واستطاع إنه تقدم شيء للبشر أو للإنسانية يعني غير هذا الشيء. أعتقد أنه وصل مرحلة من العطاء الإنساني لقمته، لقمة هذا العطاء. أنا أشكر ابن المتوفي الله يرحمها الأخت زكية محمد لأنه استشعر المعاناة اللي يعانوها الناس، وأنه كيف والدته الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها الجنة يعني ساهمت في إرجاع أو أهدت حياة جديدة لهذه المريضة التي استقبلت هذا العضو اللي هو الكبد.